يبقى عايزين نعرف مين مثلك الاعلى يا كابتن جوه مصر وبره مصر، وممكن تقول عادي واحد او اتنين. يعني انا جوه مصر طبعا كابتن محمد ابو تريكه، يعني بحب ابو تريكه جدا، فكابتن محمد ابو تريكه يعني. ف بره مصر في كذا واحد، يعني انا كنت بحب رايان جيجز قوي، ميسي طبعا، كريستيانو، يعني ما فيش حد يختلف عن الناس دي. بس انا كنت بميل لجيجز قوي، يعني كان زمان وانا صغير بيقولوا لي يا جيجز وكده، كابتن بدر رجب اللي كان بيقعد يقول لي كده. يمكن بره انت يعني لعيبه كتير قوي انت بتحبها. كنت بحب زين الدين زيدان قوي وانا صغير. طبعا، يعني كنت من عشاقه يعني. ف مين تاني كنت بحب؟ ديل بيرو. يعني مش واخد حقه ناس كتير. انا كنت من عشاق ديل بيرو، ضيع اليورو من نوعهم. فاكر ماتش فرنسا و2-1 دوت؟ هو ضيع اليورو من ايطاليا ساعتها. لا افتكر له برضه الهدف بتاعه في كاس العالم في المانيا، اللي هو في الارض. لا كان ملوش حل ديل بيرو. لا من ما خدوش حقهم برضه. في لعيبه كتير قوي يا كابتن رمز، يعني انت لو قعدنا نعد هنعد يعني.